فاضل لنا كيكه الايه الباتسبانيا، عملنا الباتسبانيا، وبعد كده هنعمل كيكه الشوكولاته. عشان هعمل في الخلاط احط 5 بيضات واحط عليهم نص كوبايه من السكر وذره فانيليا ونص كوبايه من عصير البرتقال ونص كوبايه من السمنه السايحه. كل ده مع بعضه كده اهو يا عم حسن، يا تفاصيلك يا عم حسن. واروح جايه مشغله الخلاط عليه عشان اظبط حاجه، وبعد كده عندي كوبايه ونص من الدقيق يا حسني، احط لها نص معلقه كوبايه ونص من الدقيق، الخليط للبيض والسكر والفانيليا وعصير البرتقال والسمنه السايحه او الزيت، كوبايه ونص دقيق، نص معلقه بيكنج باودر وذره ملح، اقلبهم مع بعض واحطهم في وعاء، مضرب كبير يا محمود، وعاء يكون واسع عشان اقلب فيه الخليط بعد ما ينعم. ليه يا حسن؟ عشان ما ينفعش احطه هنا هيتقل يبوظ السلاح بتاع الخلاط، فخلطي ده في الخلاط السائل والحاجات الجامده بره الخلاط. يبقى كده كيكه الباتسبانيا بتفاصيلها بحركاتها بتكات. يبقى البسيسه عملناها ودخلناها الفرن، والرواني عملناها. الباتسبانيا عباره عن 5 بيضات ونص كوبايه سكر وذره فانيليا ونص كوبايه من من السمنه ونص كوبايه من عصير البرتقال، ادمجهم مع بعض، كوبايه ونص من الدقيق على ايه عم حسني، ذره ملح على نص كوبايه من البيكنج باودر. اما عشان اعمل بقى كيكه الشوكولاته، 3 بيضات ونص كوبايه من السكر، ذره فانيليا، وعلى السرعه الاولى بدوب السكر بالخلاط الكهربائي بتاعي على ايدي، واحده واحده كده مع بعض، والخليط اللي هو البيض والسكر وعصير البرتقال والفانيليا والسمنه في الخلاط والدقيق والبيكنج باودر والملح في وعاء تاني كبير، ينعم خالص خدي بالك. وهنا بعد ما دوبت السكر رفعت الخفق عليه عشان اعمل فوليو، عشان اعمل كيكه الشوكولاته، اختاري واختاري بين الانواع اللي احنا عايزينها. يا جمالك يا حسن، يبقى البيض علي مع السكر والفانيليا، بعد كده بجيب نص كوباية من زيت الذرة ونص كوباية من المية الدافية، نص كوباية من زيت الذرة ونص كوباية مية دافية، وعندي كوباية من الدقيق ومعلقة من الكاكاو والحلويات وذرة ملح. مفيش بيكنج باودر؟ مفيش بيكنج باودر عشان تبقى كيكة فادجي، خد بالك من التركة دي يا عم حسن. عندي هنا البيض والسكر والفانيليا نعمه، أنزل عليهم بنص كوباية من زيت الذرة يا حسني، ونعم نعم 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 نعم، خليطك كده كله قدامك، تعملي في الخلاط، تعملي على ايدك بعد الزيت ميه دافيه وتهدي عشان هي ناعم معاك اهو. وبعد كده اروح جايه ضايفه الدقيق اللي فيه الكاكاو والملح. يا جمالك يا عم حسني، يا تفاصيلك. وادمجيه، والخلاط بقى هشوف هيعمل لك ايه دلوقتي. مضرب جامد يا محمود. هنا الخليط بقى انسيابي خالص، اللي هو البيض والسكر والفانيليا والزيت والميه الدافيه والدقيق والكاكاو والملح، قدامك اهو زي ما انت شايف كده قدامك. تمام؟ اسيبه كده لحد ما اخلص الخليط الثاني. الخليط الثاني نعم، عندي هنا الدقيق والبيكنج باودر والملح، وهنا عندي البيض والسكر والفانيليا وبعد كده عصير البرتقال والسمنه. بعد ما نعمه كده يا عم حسني اخدهم عشان اقلبهم على الخليط ده كده. بص
بره الخلاط. اه يا حسن بره الخلاط عشان سلاح الخلاط ما يجرالوش حاجه. وادمجيهم مع بعض كده، عجنيهم بايديكي كده مع بعض وادمجيهم مع بعض. تعالى بقى نجيب الصواني بتاعتي وادهنها ماده دهنيه ونسمها دقيق سميد. عندي هنا خطواتك كده كلها قدامك، صينيتين اهم يا حسني، واحده الباتسبانيا. بعد ما ضفت البيض واحده واحده اللي فيه فانيليا على كوبايه السمنه البارده وكوبايه ونص من السكر، واحده واحده بقى عندي خليط انسيابي كريمي. انزل عليه الدقيق للذره الاصفر والابيض والبيكنج باودر والملح مره واحده كده مع السرعه الاولى، واحله باللبن الدافي او عصير البرتقال او عصير المانجا زي ما انت عايزه. كوبايه من دقيق من اللبن الدافي او عصير برتقال او عصير مانجا. تعالى يا عم حسني نجيب الجناب بتاعتنا ونشوف بقى التريكات والحركات والتفاصيل قدامك اهو. خليط انسيابي بقول لك يا جماله يا حركاته يا تكاته. وما نسيبش حاجه خالص ونوزع كل خليطنا. فرن على درجه حراره 180 35 دقيقه لدي. خد بالك لدي عشان دي برضو تقيله، عشان دقيق الذره الاصفر ودقيق الذره الابيض. خدي بالك، واحلى كيكه تشربيها مع مشروب بارد او ساخن هي دي. تعال ندخلها الفرن.